بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. حرمة بعد ما تكون عندنا رياضة في المدرسة ما كان عملاش، كان في جلسة في السراحة. بعد السبت كي يكون عندنا الرحلة ما كان مشيش معاهم، كي كنا تكون رهان تتيالي. بعد ما كان خرج ماما ما كشوف له ريتك ياكلوا تركيا ولا ما مشي حاجة اللي مشي بسمها لي، مرة ما كان قدرش ناكله. حرمة بزاف الحاجات، محرومة من الرياضة في المدرسة ما كتعملهاش، محرومة من الخروج كنديها نجردة هيدا تلعب، كتشوف العروق يلعبو ما كتقدرش تلعب. دابا شحال نقول لك اختي الحبيبة، كنتمنى من الله من المحسنين والمحسنات يشوفو في وجهة هاد البنيتة هادي، راه عندها 13 عام، هادي 5 سنين كتعمل دياليز. اللي يقدر ويستطاع والله يجازيه ربي بخير، يتبرع على الكلوة ويعاونوها. هذا الحل اللي عندي، بغيت باش نعطيها الكلوة انا اللي قالنا الطبيب ديالها، قال لك تحاليل 3 د المنيول، غير التحاليل انا وياها في دار بيضاء ماشي هنايا، وغير ديك اختي غير ديك 3 د المنيول الله غالب، وباش نعطيها لها انا 25 حتى 20 مليون باش نعطيها لها انا. ولكن خممت انا انت كتشوف الام ماشي السن ديالي اللي غادي نعطيها لها، غادي نجيو نضطر يعني حتى الا عملتها بنتي انا غنقبلها، الام اللي كتقابل فهمتي، الا عطيتها لها انا غنكونوا جوج بينا شابين الفرج. اش المرض ديالك كيسبب لها احيانا الا تخرج شي فيروس بسيط، واخا مثلا الانسان العادي ما ياثرش عليه نهائيا، ولكن هي كيتسبب لها في مضاعفات خطيره. بقات واحد الفتره طويله وهي في الغيبوبه، واحد كتسمعها تفيق ملي فاقت الذاكره، ما كتعقل على حتى شي واحد فينا، كانت حافظه واحد البركه القران يعني في الاول صغيره وهي كتحفظ، فقط ما كتعقل على حتى شي حاجه من هذا الشيء. فحال يلاه 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 خرجت جديده، بقات واحد المده طويله هكذا كنحاولوا معها، كنحاولوا حتى الاول حاجه غادي تذكرها هي تذكر صوره تسبح. فواحد هذه مره ثانيه وقعت المره ثانيه، كانت عاود في نفس الحاله، عاود طلعت لها الصخره، عاود كانت غابت وهبط منها المستعجلات، عاود ديك الساعه ملي فقط ما كتشوفش، ما عندهاش النظر يعني. بقات واحد الفتره عاود عاد داك الشيء كيرجع بشويه بشويه، حتى الطبيب ديالها قال لنا راه خصنا نردوا البال معها، لان ربما يوقع لها تعاود نفس الكره ولكن ما ترجعش الحاله ديالها الطبيعي. كنتمنى نعمل العمليه ونبقى نلعب مع صحابي ونكون اللي بغيت. كنتمنى نحقق الامنيه ديالي، كنت انا ممرضه في كلينيكا ديال ليست سفيه.